الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بدأنا بالأصل الأول من الأصول الثلاثة من أسئلة القبر ألوستي مازي مست بهي الاستألوستا كل مست بهي ألوستا مسبور التوات كذي مزي هوس الأصل الأول من ربك إزي من بهي ألوستان سيس كيسان سينويسند فإذا سألك سأل وقال من ربك بماذا تجيب كي <applause> كي كذي سينو كيسان سينويسند تقول ربي الله إتلت من ويسند الله الذي <سؤال> رباني <الليوان. تصفح> <الليوان. سؤال> ما معنى رباني؟ سيكس رباني هذه الكلمة نعم ما معنى الرب؟ الرب هو الذي خلق ورزق خلق الخلق ورزقهم. لي يا هذه تربية لما يقوم به البدن. نعم. منه. الجسد نعم الثاني أه. التربية لما يقوم به الروح منه منه هنجة هنجة منه منه. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأمدهم بالنعم بالرزق ومع هذا أراد منهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فأنزل الكتب وأرسل الرسل هذه تربيه لماذا للروح نعم من <applause> نعم رباني ورب جميع العالمين وهو معبودي. اذا كان هو ال الذي خلق لابد أن يكون هو ال الذي يعبد نعم

حسيه نعم محسوسه ملموسه يعني يدركها بالحواس الخمس اما بالمشاهده او بالسماع نعم نعم الان مثلا هذا الشيخ لديه الم في بطنه فماذا يصنع حتى يذهب عنه هذا المرض؟ ياخذ بالاسباب يعتقد ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعافي

الصيدلية ويشتري دواء ويقول يشرب يقول بسم الله ويشرب ويدعو الله سبحانه وتعالى في هذا الدواء شفاء هذا سبب محسوس ملموس نعم يعني بسم الله نعم فهذا إذا اعتقد وجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا الفعل صحيح نعم كوي see on õige põhjus ja , ja ta usub nendesse põhjustesse , mis jumal on teinud põhjusteks , siis see on , see on õige käitumine uh, . ja ütlesime , et uh, need põhjused on siis kahte sorti , üks on , mis on islami seadusega seotud põhjused , näiteks uh, koraani lugemine haiguse puhul uh, . ja teiselt poolt on siis tajutavad uh, põhjused Al . يعتقد ويجعل ما لم يجعل الله سبحانه وتعالى سبب سبب هذا الشرك أصغر. تينا <applause> جروب إني مزيان كس تيفاد مينجي لا عسى لا أوزوفاد مينجي لا عسى بهول بهيوسكس سليس بهيوس مدا يوم على يلا تينا بهيوسكس سان بيكسن بيكسن شرك. يعني بعض الناس يجعل على البيت أو على السيارة رأس الثور أو الحوت مثلاً السمك نعم. et uh, mõni näiteks uh, paneb oma auto peale mingisuguse härja või , või mingisuguse kala kuju . või , või mingi silma , silma . või mingisuguse vana . Uh, või , või mingi vana , vana ratta . Uh, või käe . ويمكن يسكت على مر أو بعض الخرق والملابس. ويمكن يسكت ريد ريد أو يكتب بعض الكتابات. ويكتب بناتكس نداك زلبياله. لماذا تضع هذه الأشياء عن السيارة وعن البيت؟ مكسناتكس مكسين من بنا بناتكس كنساتكس عود تبياله وي وي مايا تبياله لأن هذه أسباب لدفع العين. مثل بتسا كايتس نقول لزي كوريا كوريا نقول ما جعلها الله سبحانه وتعالى هذه أسبابا.

الله سبحانه وتعالى اذا نتوكل عليه وهذه الاشياء لا تنفع ولا تضر وليست باسباب يا نصنع فقط الاسباب الحسيه والشرعيه يا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم